كثيرا ما يستيقظ أهل السنة ليصدعون رؤوسنا بمواقف المنافقين من الصحابة، في حين أنهم كثيرا ما فشلوا في مواقف البأس ونجحت امرأة. فيا للعار وسخرية القدر. أنقل لكم من أخبار معركة أحد، كما في رواية القمي: وبقيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله نسيبة بنت كعب المازنية، وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته تداوي الجرحى، وكان ابنها معها فأراد أن ينهزم ويتراجع، فحملت عليه وقالت: يا بني، إلى أين تفر؟ عن الله وعن رسوله. فردته فحمل عليه رجل فقتله، فأخذت سيف ابنها فحملت على الرجل فضربته على فخذه فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله فيك يا نسيبة. وكانت تقي رسول الله بصدرها وثدييها حتى أصابتها جراحات كثيرة. وحمل ابن قميئة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أروني محمدا، لا نجوت إن نجا محمد. فضربه على حبل عاتقه ونادى: قتلت محمدا واللاتي والعزى. صلى الله عليك يا رسول الله. ونظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل من المهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره وهو في الهزيمة، فناداه: يا صاحب الترس، ألق ترسك ومر إلى النار. فرمى بترسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا نسيبة، خذ الترس. فأخذت الترس وكانت تقاتل المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لمقام نسيبة أفضل من مقامي فلان وفلان. وهنا بغض النظر عن عاقبة هؤلاء الذين فروا، هل هنالك منهم من تاب وتاب الله عليه أم لا؟ لماذا تتأسون بهم جميعا؟ لماذا لا تتأسون بنسيبة مثلا؟ امرأة نجحت في موقف هو موقف الرجال بالأصل، في حين قد فشل هؤلاء. طبعا هنا يأتي دور المخالف ويقول: ألم تقرأ قوله تعالى: هنا بطبيعة الحال يأتي دور المخالف ويقول: لكن الله قد غفر لهم، ألم تقرأ قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ونقول: أولا، كونهم قد عفى الله عنهم وغفر لهم موقفا لا يعني ذلك ثباتهم وقبول سائر أعمالهم، وهذا مما لا يحتاج إلى بيان. ثانيا، لماذا تغافلتم عن سائر الآيات التي نزلت في شأن أحد بعد وقوع المعركة؟
كقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. إذن هذا تمييز وقع هنا من الله عز وجل، ليعلم ولنعلم كذلك المؤمن من المنافق، وليعلم الذين نافقوا. وقوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، هذا الغم الذي أصاب هؤلاء الذين فشلوا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، طائفة وليس الكل. والطائفة الأخرى هل لها ذكر؟ نعم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا وصف المؤمنين؟ هذا وصف من أحسن الصحبة، أحسن صحبة محمد صلى الله عليه وآله؟ إذن حتى هذا الغفران لم يكن للكل، حتى هذه الأمنة النعاس لم يكن على الكل. يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، نفاق بكل صراحة، إلى أن يقول سبحانه: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهنالك من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله من آزروه ونصروه فعليهم رضوان الله، وهنالك من يسلمون ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون له، ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذا هو قول الشيعة الذي يوافق القرآن، لأنهم أخذوه من أهل القرآن، من عدل القرآن. وأما أهل السنة فقولهم: رضي الله عن الجميع، كلهم في الجنة، كلهم نصروا محمدا صلى الله عليه وآله، فلا قرآنا قرأوا ولا سنة اتبعوا. وبهذا قد احترقت قشة أخرى من القشش التي يتمسك بها المخالفون.